سؤال صريح، كم عدد متابعين السناب؟ كنت بس 29 سؤال من دكتور هذا؟ باقي خمس دقائق. شوف أغلبية، شوف أنا أقول لك، أنت ما عليك من عدد المشاهدات، أنت عليك من تأثير التغطية. صح. لما تجيك تغطية، أنا أقول لك في ناس عندهم حسابات بالملايين بالآلاف، تأثيرها يكون محدود عليهم. أنا أقول حتى لو يكون عندي 10 أشخاص، يجي منهم 4 أو يجي منهم 3 مؤثرين أو تفاعلوا، أنا وصلت الرسالة. أنا لما أنظر كم عدد متابعيني، أنا ما راح بنتظر كم عدد متابعيني، أبسوي إعلانات ما مسوي إعلانات، الشخصي النفسي الحمد لله. لما أنا أضع التغطية الأمنية لرجال الأمن، أشوفها ملموسة لدى رجل الأمن، فرحتهم بأن الرسالة. لما نحن مطار، يعني مثل أعطيك مع رجال المرور السري، طردنا ودهمنا إلى الساعة 12 في الليل، بعدها انتقلنا إلى موقع التفحيط. كان الكل يقول، طبعا من الساعة 10 إلى الساعة 12 أنا حطنا الطيران وأصور، أنا ويكند، من الساعة 12 إلى 4 الرابعة صباحا فجر تفحيط، 3:30 فتحت نمط الطيران ونزلت التغطية كاملة، 4 مقاطع مطاردات، مقاطع باقية التفحيط. لما أنا أنزل التفحيط ويشوفني أكثر من شخص في هذا الموقع، كانوا من نفس الشباب اللي نقبض عليهم يسألون السؤال هذا، بالله كم متابعينك؟ أقول ليش؟ قال من، أقول خويي تكفى حدثك في السناب الأمني نزل الميدان ولا ما نزل، عشان يطلع من موقع التفحيط. ويقول والله لو اني متوقع 1% انك نازل، والله ما اروح الاستراحه احسن لي. فانا اقول لك، فكان هذا نفس السؤال اللي يسالون لي اياه اللي يتم القبض عليهم، نفس الاشخاص. نفس هذا الاشخاص.